أرح فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماض وعن آت، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماح للخطيئات. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اقرأوا في تفسير الطنطاوي حول إرسال الرياح بالطريقة العلمية، ما في وقت حتى أشرح لكم الموضوع شرح علمي كيف النظام اللي الله وضعه المسمى بالطبيعة، الطبيعة قانون الله، كيف الرياح في موسمية وفي تجارية، وكيف تسوق السحاب، وكيف تصير الأمطار، كله بالقواعد والقوانين العلمية الحديثة، مما يدل إذا كان القانون عظيم وكان متقن كل الإتقان لتحقيق العدالة، بدل على عظمة المقنن، على عظمة الواضع والمشرع. فما في شيء في الكون هي البرغشة الناموسة الصغيرة، يا من يرى مد البعوض جناحه، اللي بيشوف الناموسة الصغيرة وقت بتمد جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يرى مد البعوض الذباب أو الناموسة الصغيرة البرغشة الصغيرة، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها. بقى هي رقبتها قديش رفيعة، العروق تبع رقبتها قديش دقيقة، وفي نص الليل وفي العتمة، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، اجرين اتخام اجرين البعوضة او الناموسة او البرغشة تجرفع بانخاع الثوم بيكون. قالوا هل بيشوف هنخاع النحيل الدقيق وسط اجرين انحاف الدقاق، ويرى نياط عروقها في نحرها، نحر الرقبة، والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول.